محافظ البنك المركزي يؤكد أنه لن يستقيل من منصبه من منطلق الشعور بالمسؤولية. المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون يتهم الإعلام التونسي بقيامه مقام المعارضة في ظل غيابها حسب قوله. استقلال القضاء محور ندوة دولية في تونس ومظاهرة في القصرين ضد إعفاء 4 قضاة. السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي. أكد محافظ البنك المركزي مصفى كمال النابلي أنه لن يستقيل من منصبه وسيبقى على رأس البنك، وذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية. النابلي قال في الندوة التي عقدت اليوم بمقر البنك المركزي التونسي إن إعلان إقالته من قبل الرئيس المؤقت منصف المرزوقي منذ قرابة 10 أيام غير مبرر، كما أشار إلى ضرورة أن يبقى البنك مستقلا عن جميع التجاذبات السياسية ليقوم بدوره في الارتقاء بالاقتصاد التونسي. متابعة للندوة في تقرير سهام لمحمدي. محافظ البنك المركزي يتحدث لأول مرة بصفة علنية عن مسألة إقالته من قبل رئيس الجمهورية، ويقول خلال الندوة إن المسألة تتعدى المناصب فهي تتعلق بمؤسسات وسياساتها من خطر التركية على حساب المصلحة الوطنية. شكون اللي يحب يبدل محافظ البنك المركزي، وشكون يحب يغير النظام في البنك المركزي؟ اسأل انت شكون من... لا مش نقول لك، انا نقول لك في معناها فهم محاولات لادخال مش هذا قراءتي للموضوع، نكون نجم نكون غلط. وفي تعقيب حول خفايا إقالته وتبعاتها، أكد النابلي على ضرورة بقاء البنك المركزي بعيدا عن التجاذبات السياسية حتى يقوم بوظيفته ولا تؤثر صراعات السلطة على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. عندما نرجع في هذا، يعني المؤسسة ما عادش فيها الاستقرار اللي كرسوا القانون، وأن المؤسسة نجم تنحي اليوم وتقعد تسمي غدوة وتنحي بعد غدوة بعد غدوة، تدخل المؤسسة في عدم استقرار، تقول لي خطر على المؤسسة ما عادش تعمل بصفة عادية. مجرد تصريح مصطفى كمال النابلي هو التأكيد على وجود صراع بين مؤسستي الجمهورية ورئاسة الحكومة، مما يطرح تساؤلات حول صراع الخيارات الاقتصادية وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد التونسي. من المنتظر أن يوفر مشروع الشركة خفية الاسم الفصل الخامس 900 موطن شغل قار. المشروع تونسي إسباني يختص في إنتاج الخضروات، وهو موجود حاليا بمعتمدية الحامة بجابس في انتظار تطويره إثر الشركة. ومن المنتظر أن يتم استعمال أحدث التكنولوجيات في مجال الإنتاج تحت البيوت المحمية والمسخنة باستعمال المياه الجيوحرارية. يذكر أن وزير الفلاحة محمد بن سالم رفض تقديم تصريح لقناة الحوار التونسي أثناء تقديمه اليوم لمعطيات هذا المشروع. اتهم المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون خلال لقاء الدوري للحكومة اليوم، اتهم الإعلام التونسي بافتقاده ما أسماه التضاريس المطلوبة في الديمقراطية، وبأنه يقوم بدور المعارضة في ظل غيابها حسب تعبيره. زيتون وصف قرار الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بحل نفسها بالمفاجئ، وقال إن تحديد القائمة السوداء في مجال الإعلام من مهمات النقابة وتكتفي الحكومة بإصدارها. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. اعتبر لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة أن الإعلام التونسي يفتقد للتضاريس الديمقراطية على حد تعبيره، وأنه يتهجم على الحكومة مقابل غياب المعارضة. ولكن الذي نشاهده هو هجوم على الحكومة وغياب للمعارضة، والإعلام هو الذي يلعب دور المعارضة. احنا كل ما نطلب من الإعلام باش يقدم هذه الخدمة للمواطنين يقولون تحبوا ترجعون العهد بن علي، عهد بن علي انتهى، الآن حكومة منتخبة والحكومة القادمة ستكون منتخبة والتي بعدها ستكون منتخب. معاملة الحكومات المنتخبة ماهوش لا تعامل بالرد فعل على ما مارسته الدكتاتورية على الإعلاميين. كما دعا النقابة الوطنية للصحفيين خلال الندوة إلى إصدار قائمة الصحفيين المتهمين بالفساد والتورط مع النظام السابق. أنه النقابة مثلا عندها قائمة سوداء، لم ترسل هذه القائمة إلى الحكومة وتطلب منها أن تصدرها باسمها. ما عندناش مكتوب رسمي لا من الهيئة الوطنية ولا من النقابة ولا من أي هيئة لها علاقة بالإعلام تطالب الحكومة بإصدار قائمة. تعطينا هي قائمة
وهي عندها قائمة وعندها لجنة تكونت لتكوين هذه القائمة السوداء، لم ترسل هذه القائمة السوداء للحكومة وما طلبتش منا إصدارها مع المدعمات. اللقاء الإعلامي الذي غلب عليه وضعية الإعلام التونسي وإصلاحه تطرق أيضا إلى الأزمة بين الرئاسات، وقال زيتون إنها عادية وأن التونسيين غير متعودين على الحكومات الائتلافية والأزمات التي يمكن أن تمر بها. أنا أدعو الناس للاطلاع، العالم مليان بالدول التي تحكمها حكومات ائتلافية، وتو يشوفوا لي المشاكل اللي تعيشها بلادنا في ظل هذه الحكومة. هي مشاكل أنا ما أقولش عادية، ولكن هي مشاكل منتظرة ويقع التعامل معها، هناك آليات للتعامل معها في ظل مثل الأنظمة التي الآن ننعم بها بعد ثورة الحرية والكرامة. لطفي زيتون مستشار رئيس الحكومة اعتبر أن مسألة إصلاح الأعلام هي الآن بيد المجلس التأسيسي، موضحا أن قانون المنظم للسلطات العمومية يعطي الأولوية لما سماها المبادرات التشريعية المقدمة من قبل الحكومة على غيرها من المبادرات. طفت مسألة تركيبة الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء وما تثيره من جدل، طفت على أشغال الندوة العلمية حول استقلال القضاء التونسي في إطار الإصلاح الدستوري والمعايير الدولية. الندوة نظمتها جمعية القضاة التونسيين واللجنة الدولية للحقوقيين. أكثر تفاصيل نتابعها في تقرير بخضر حاجي. يعيش القضاء التونسي حالة من عدم الاستقرار، فهو بين مطرقة الحكومة وسندان غضب الشارع، الأمر الذي جعل البعض يشكك في استقلاليته. جمعية القضاة التونسيين ناقشت الضمانات الأساسية لاستقلالية القضاء في هذا الملتقى العلمي. لذلك حسب رأيي لابد أن يقع تنقيح القوانين الأساسية التي يجب أن تتماشى مع الدستور ومع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. يمثل وزير العدل التونسي حسب المجلة الجزائية رئيس النيابة العمومية، وهنا يكمن الداء. النيابة العمومية يترأسها وزير العدل، بقطع النظر على شخص سيد وزير العدل، هذا يخلي أنه كل الاحتمالات تكون موارده. حل المجلس الأعلى للقضاء ترك فراغا رهيبا، وما زال الجدل متواصل حول قانون الهيئة الوقتية. أساس فالجدل القائم في تركيبتها، هل أنها يجب أن تكون مفتوحة إلى غير القضاة، وكذلك في اختصاصاتها، هل يجب أن تكون لها اختصاصات تقريرية أم استشارية، وأن وزير العدل يأخذ القرار في نهاية الأمر. يقول مراقبون أن الديمقراطية قد لا تكون في الموعد في السنوات القادمة في ظل غياب الآليات الناجعة لإصلاح القضاء. دائما في المجال القضائي، حيث نفذ عدد من مكونات المجتمع المدني بالقصرين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالولاية للمطالبة بمراجعة قرار إعفاء 4 قضاة من القصرين. كانت وزارة العدل قررت في 26 مايو الماضي إعفاء 82 قاضيا في إطار ما أسمته إصلاح المنظومة القضائية. نور الدين السعيدي تابع الوقفة وأعد النقل التالي. الوقفة الاحتجاجية انتظمت بعد مسيرة سلمية انطلقت من ساحة الشهداء بوسط المدينة في اتجاه المحكمة الابتدائية، ورفع خلالها المتظاهرون شعارات تعبر عن رفض قرار وزارة العدل إعفاء عدد من القضاة من مهامهم. نحن مع تطهير القضاء من رموز الفساد ورد الاعتبار للقضاة الشرفاء. نحن نطالب برفع المظلمة مع القاضي الشريف عماد الخضيري ومحاسبته محاسبة عدلية، ونحن ضد تصفية الحسابات بين محامين وكذا وكذا، لأن بعض المحامين مش كل فساد، ليس كل القضاة شرفاء، ولكن نحن مع تطهير القضاء من رموز الفساد وقضاة الفساد هذوما ورد الاعتبار للقضاة الشرفاء. نحن نعم مع تطهير القضاء، ثم نعم مع تطهير القضاء، لكن لا للطرد التعسفي ولا للعزل بدون إثباتات بدون ملفات. إذن القرارات هذه لابد من مراجعتها، إثباتها بملفات بحجج. أنا لا أقول يعني عماد أو غير عماد، نحن مع الحق ويحق الحق ويبطل الباطل. الوقفة هذه نوجهها أنا لكافة يعني المظلومين، مش فقط قضاة تونس، كل من هو ظلم على يد القهر ويد الاستبداد معتها البائدة، ونحن دائما صامدون ما واش كان في الوقفة هذه وما زلنا صامدون. التمسك بمبدأ تطهير القضاء مطلب الجميع، لكن مع مراعاة الاستثناءات ومراجعة القرارات في حق عدد ممن اعتبرهم محتجون اليوم
مظلومين ولا وجود لدلائل حول فسادهم. بحضور رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي، افتتح اتحاد المحامين العرب اليوم بتونس الدورة الأولى لملتقى الحركة العربي والديمقراطية وسيادة القانون. وعدت مسألة توحيد القوانين العربية لتطفو على السطح لدى المحامين على ضوء مستجدات الثورات العربية. مواكبة لهذا الملتقى في هذا التقرير لسعيدة الطرابلسي. اجتمعوا في ندوة صحفية من مختلف البلدان العربية محامون، سفراء وأعضاء من الحكومة التونسية. أوضاعوا قطاع المحاماة وأهم الرؤى القانونية المشتركة هي أبرز محاور الاستراتيجية التي سيتم وضعها. شنو هي استراتيجية؟ استراتيجية أنه المحامين العرب يقربوا بعضهم أكثر كاتحادات وكنقابات وكجمعيات، وحتى على المستوى كذلك الفردي، حتى كذلك على المستوى الفردي يقربوا لبعضنا فيما يتعلق بمواقفنا ورؤانا سواء على المستوى المهني ولا حتى على المستوى كذلك السياسي. الدورة الأولى لسنة 12 و2000 للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يمكن أن يتمخذ عنها مشروع دستور عربي موحد حول أمهات القضايا. فما مشروع متاع دستور عربي موحد، هذه فكرة معناها ديما تطرح وباش تعاود تطرحها للمكتب الدائم. فما على المستوى كذلك التشريعي مسألة التنظيم موحد للمحاماة في البلدان معناها العربية، وراح نحب ندفعوا كذلك في اتجاه اللي مثلا تولي عنا لما لا مجلة تجارية واحدة، مجلة مدنية معناها واحدة، مجلة جزائية واحدة، مجلة استثمار معناها واحدة. هذا معناها دورنا نحن كمحامين. في الظرف الحالي للمحامين دور فاعل في بناء مسار الانتقال الديمقراطي العربي، لكن يبقى الإشكال المطروح هو الفراغ التشريعي خاصة في الدول التي شهدت ثورات. فهل يساهم المحامون على اختلاف مشاربهم الفكرية والقانونية في صياغة دستور ديمقراطي تستلهم منه الدساتير الوطنية؟ أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن الوزارة لا تتدخل في عمل اللجان التي ستشرف على الحوار الوطني للعدالة الانتقالية. كان ذلك لدى اختتام الدورة التدريبية المخصصة للجنة الجهوية للعدالة الانتقالية انتظمت اليوم بسوسة، ومن المنتظر أن تخرج هذه اللجان بورقة يتم تقديمها إلى المجلس التأسيسي. صحبي فرج. ليست العدالة الانتقالية شكلا خاصا من أشكال العدالة، بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان. وفي بعض الأحيان تحدث هذه التحولات على حين غرة، وفي أحيان أخرى قد تجري على مدى عقود طويلة. هذه اللجان موجودة في الجهات، بالطبع قبل أن تشرف على الحوار يجب أن تخضع لتدريب. التدريب يقوم به خبراء دوليون، وإن كنتم قد واكبتم الدورة، أنا شخصيا لم أواكبها ولكن أتابع نشاطها، لأنها لا تدور تحت إشراف الوزارة ولكن بمساندة الوزارة. فاللجنة الفنية هي لجنة مستقلة، وبالتوازي معها هناك لجنة دعم مكونة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة، ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وبالطبع الدعم المادي واللوجستي هو دعم من الأمم المتحدة. الهدف الأول بالطبع هو مشروع قانون أساسي للعدالة الانتقالية يقدم للمجلس الوطني التأسيسي، وذلك انطلاقا من قناعة أن هذا القانون لا يجب أن يكون رجع صدى وصورة للتوازنات داخل المجلس الوطني التأسيسي ولا لإرادة حكومية أو إرادة تحالف حكومي، وإنما يجب أن يكون صورة لما ينعكس في المجتمع المدني وفي المجتمع بصورة عام. وثانيهما هي ورقة معمقة تشتمل على كل مدار في هذا الحوار حتى يستنير بها المجلس الوطني التأسيسي أثناء مصادقاته على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وفق الفصل 24 من قانون تنظيم مؤقت الصورة العمومية. نظم المجلس التأسيسي المدني المحلي بإصفاقس اليوم لقاء للتعريف بمشروع لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري المتعلق بالسلطة القضائية. المشروع تم إيداعه بالمجلس التأسيسي، يتضمن ثلاثة أقسام تتمحور حول مبادئ ضمان استقلالية القضاء ومجلس قضاء الدولة ومهام المحكمة الوطنية لحقوق الإنسان. المزيد حول هذا المشروع مع مراسلنا غازي بن علي.
في إطار مواكبتهم لعملية صياغة الدستور الجديد، قدم اليوم أعضاء المجلس التأسيسي المدني المحلي بصفاقس مشروع لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري حول الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية في لقاء حواري احتضنه أحد النزل بالمدينة. السلطة القضائية هذه نحبوها سلطة، ما هي الجهاز، نحبوها وقت سلطة تنفيذية تخرج ولا تحب تحتكر ولا تحب تهيمن، ولا سلطة تشريعية تحب تفتك، فإنها السلطة القضائية تمارس مهامها. أهم ما يميز المشروع هذا أنه تم إقرار القضاء كسلطة وكسلطة مستقلة، وهذا يعتبر تجديد كبير ياسر. المشروع تعرض إلى ضمانات استقلالية القضاء، ضمانات الشخصية للقضاة، والضمانات الهيكلية للقضاء ككل. فما التأكيد على تكريس القضاء كسلطة مستقلة تبقى المعايير الدولية لاستقلال القضاء. نشطاء المجلس أعدوا كذلك خطة ترافعية قصد الدفاع عن هذا المشروع الخاص بالسلطة القضائية لتضمينه في الدستور. خطة تهدف إلى معناها جمع الدعم، تبني الاقتراح، تفادي أي تعارض مع التوطئة، وفيها معناها تحسيس وجمع الدعم الشعبي، تنظيم اجتماعات دورية، اجتماعات باللجنة على المقترح والمناقشة، اجتماع رئيس مع رئيس الحكومة والمستشارين نتاعو. أنشطة المجلس التأسيسي المدني تندرج في إطار تشكيل قوة اقتراح لدعم المجلس الوطني التأسيسي من جهة، ولتشريك المجتمع المدني والشعب في صياغة الدستور المرتقب من جهة أخرى. نبقى في صفاقس، فموضوع القيادات النسائية الشابة في التنمية كان عنوان الدورة الثانية للبرنامج التكويني الذي تنظمه جمعية تواصل الأجيال بصفاقس بالتعاون مع جمعية شباب بلا حدود في تونس وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي بالاشتراك مع أكاديمية التنمية بالشرق الأوسط. هذه الدورة تناولت موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، بالإضافة إلى منظومة حقوق الإنسان بين الكونية والخصوصية. يذكر أن هذا البرنامج وجه لفائدة 600 فتاة ويهدف إلى تحسين مهارات القيادة والدعوة والمشاركة المدنية والإرشاد والتوجيه. مزيد من التوضيح مع منى عمار، قاضية وعضوة شرفية بجمعية تواصل الأجيال. المحور اللي احنا فيه اليوم هو حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة للإنسان، حول النوع الاجتماعي وآليات ممارسة الديمقراطية فيما يخص المرأة. الهدف منها هي تحسين مشاركة المرأة في الحياة المدنية. الدورة متاعنا مش عملية تلقين، هي فقط نقاشات. البنات سعداء كذلك بهذا، لأنه يقولوا أنه تبادل متاع الأراء لا يلقاوا فرصة فيه، لا في الجامعة لا في البيوت لا في الفضاءات العمومية. وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والرياضة نفذتها صباح اليوم مجموعة من خريجي المعاهد العليا للرياضة دفعة 28. المجموعة احتجت على ما اسمتها تباطؤ الوزارة في التعاطي مع ملفهم. أيمن العبيد. هؤلاء هم خريجو المعاهد العليا للرياضة، تجمعوا اليوم أمام مقر وزارة الشباب والرياضة في وقفة احتجاجية. جينا هنا في وقفة احتجاجية على الأداء الهزيل للوزارة، طالبين فيها تشغيل شعبة بروموسيون 2008 كاملة. عطاوا المقترحات نتاعهم اللي هما حاشتهم بالترفيع، واللي هما قالوا باش يرفعوا في النسبة، باش يحاولوا يوصلوا ل 250 انتداب بالنسبة للمعلم أول مع الانتدابات القديمة. وبالنسبة لنا احنا طالبين العدد كامل اللي هو 703 انتداب. رئيس الديوان بعد الاجتماع اكد ان للوزارة دراسة تهدف الى استيعاب اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل. الدراسة دي حاضرة، واحنا سنحيل مطلب رسمي الى وزارة المالية تقضي الى طلب عدد اضافي من المعلمين والتربية المدنية باش ننتدبوهم في سبتمبر 2008، اضافة الى العدد المتوفر حاليا اللي هو 125 خطة معلم اول تربية مدنية. ومن بعد شرحنا لهم الخطة متاع الوزارة في اطار اعداد ميزانية 2013 اللي قاعدين توا منكبين عليها ونعدوها، على اساس ان نستوعبوا بقية الخطط اللي ما تمش انتدابها في سبتمبر 2012 إلى بداية سنة 2013، بمعنى خلال شهر جانفي 2013، وعلى أساس أنه في مشروع الميزانية بقية نطلب كافة خريجي سنة 2009 على أساس أنه يتم انتدابهم خلال سنة 2013 حسب الموعد اللي سيتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية. نفايات وتلوث وروائح كريهة يعاني منها المواطنون والركاب وحتى موظفو محطة القوافل للحافلات وسط مدينة قفصة. المحطة من المفترض أن تقع تحت مسؤولية الوكالة الفنية للنقل البري،
التي قالت إنها قامت بإسناد المحطة إلى إحدى شركات المناولة. العمال من جهتهم قالوا إن صاحب الشركة اختفى ولم يقم حتى بدفع أجورهم منذ 10 أشهر. سميرة سوري تابعت الموضوع وعدت النقل التالي. نفايات في كل مكان وروائح كريهة هي ما آلت إليه وضعية محطة قوافل القفصة في الآونة الأخيرة، مما جرى عنه تشكيات عديدة من المسافرين وحتى إطارات وأعوان شركة النقل قوافل. برش وسخ، العمال ما يخدموش، ما ثمش عناية لازمة، التسل ويقول لك ما نعرفش، ما عنديش حتى فكرة. احنا تبعنا الشركة الوطنية للنقل فقط، نظفوا نتبعنا فقط، اما احنا بطبيعتنا متضررين من الشيء اللي كنتوا تصوروا فيه. يعني حتى المواطنين ولت جايتنا احنا، يعني ماشي في بالنا احنا هم اللي تابعين المحطه وتشوف الشيء، يعني مش طبيعي حتى طرف، يعني عباره حشاك نخدموا في واد ماهوش محطه يعني تبع وجهه نتاع ولايه، والريح مش باهيه، ثور ريح السخ كله يدخل المحطه الداخل، المواطنين تتشكى، يعني مش ملاقي لنا شكون يتكلموا، يعني خلق نوع ما من الجو الكهرب شوي. شركة النقل القوافل أكدت لنا أن هذه المحطة تابعة للوكالة الفنية للنقل البري وهي غير مسؤولة عن نظافتها. المسخ الموجود في المحطة وكل شيء، ويقولوا هاي شركة قوافل القفصة، مش تابعة شركة قوافل القفصة المحطة، هذه الشركات هذه تابعة الوكالة الفنية تاع النقل البري، حتى مع لتوضيح حتى الدخل مع المدير تاعنا وكل شيء، قالوا معناتها كان ترجعها بالنظر شركة قوافل تنقوم بالتنظيف ونقوم بكل شيء، هي هامة فمش حتى واحد مسؤول هنا، أما هي تبع الوكالة مش تبع قوافل. بالتحري عن هذا الموضوع انتقلنا إلى مقر الوكالة الفنية للنقل البري بقفصة، فتعذر علينا الأمر بسبب غياب المسؤولين، ولكن يبقى حق الرد مكفولا. مكتب بريد جد ضيق وعون واحد يجتهد للقيام بمختلف العمليات البلية والبريدية في منطقة تعد 9000 ساكن. هذا هو واقع مكتب البريد بمنطقة عرام من معتمدية مارث بجابس. زهور المرزوقي. يشهد مكتب بريد منطقة عرام من معتمدية مارث اكتظاظا وازدحاما كبيرين، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المزداة إلى المواطن، كيف لا ومساحة المكتب ضيقة جدا ولا يوجد فيها غير هذا العون. نعم، عون بريد واحد في منطقة تضم حوالي 9000 ساكن، تحولت عدسة قناة الحوار التونسية على عين المكان، فكان لنا النقل التالي. يعني 3 مواطن شغل 4 مواطن، أي إدارة كما هيك، أي إدارة، الإدارة كاملة تونسية كاملة هيك. يعني في عرام لهنا الإدارة مش من حديث كاملة أقل شيء أقل شيء فكتير، ما نعطيك الإدارة ما نعطيك كبيرة كذا ما نصغير كياس واحد منهم أقل شيء فكتير من يعطيك يبقى من البرة بركة يجيدي امتهازات شوية ومتاع يجيدي ما يجيدي شوية لم يتم إلى اليوم تفعيل مشروع تهيئة المعلم الأثري وادي البي بولاية قفصة وإعادة المياه إلى المسابح الرومانية. المشروع وقع الحديث عنه في ندوات سابقة جمعت بلدية الجهة وممثلين عن المجتمع المدني إضافة إلى السلطات الجهوية. أسباب تعطل المشروع نتابعها في النقل التالي. عقدت مجموعة من الأطراف في ولاية قفصة لإعادة تهيئة الأحواض الرومانية، حرصا منهم لإعادة هذا المعلم التاريخي بهدف تنشيط السياحة الداخلية. المجتمع المدني، الإدارات الجهوية المعنية والسلطات الجهوية تخلت عن مسؤوليتها ليبقى الوضع الكارثي لهذه الأحواض على حاله. هبطنا على عين المكان ونظفنا، تبقى شنية كانت عوزنا الماتريال اللي هم معنا وفرون المسؤولين يحبوا يتعبى مثل واد البي لو 1 جوان نصام لو 6 ولا لو 5 جوي وما فما حد شيء مصلحه بالا ما فما حد شيء بقويته ما فماش اطراف المساهمه هي البيئه والبلديه وبعض المجتمع المدني اللي يدعوا انهم يحبوا يعبوا هذا البي وما فما حتى واحد منهم جاء. باش نقول لك وضعيه كارثيه، لو ناس طلبناها باش تجي امس باش تعاوننا ما جاتش. بعض الادارات ما تطلب منها باش تحضر ولا تشارك في العمليه هذه، تقول لك ما عنديش أعوان باش يخدموا، الشيء اللي اضطرني أنا بشوف 10 أعوان على الحظائر باش يمشوا ويقوموا بالأشغال هذه، تقول لك ما عنديش معدات وتجهيزات باش نخدم، ثم حوايج سامحني أكل اللي اضطروا،
باش يقوموا بها معناتها بطريقة يدوية، فمش معدات مثلا للتطهير وللتنظيف. إعادة تهيئة الأحواض الرومانية هي حلم أي مواطن في ولاية قفصة، لكن التملص من المسؤولية وعدم تكاتف كل الأطراف زرع شعورا بالإحباط في نفوس الجميع. إلى التذكير بالعناوين. محافظ البنك المركزي يؤكد أنه لن يستقيل من منصبه من منطلق الشعور بالمسؤولية. المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون يتهم الإعلام التونسي بقيامه مقام المعارضة في ظل غيابها حسب قوله. استقلال القضاء محور ندوة دولية في تونس ومظاهرة في القصرين ضد إعفاء 4 قضاة. شكرا على المتابعة، نلقاكم بعون الله. إلى اللقاء.